ونرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل الساده المشاهدين والنجوم الكبار الكابتن اسامه عرابي، برحب بيه، وكابتن علاء ميهوب، والكابتن عادل مصطفى، والكابتن هاني العجاز. في البدايه طبعا بنقول مبروك، الف مبروك للجماهير المصريه، والف مبروك لمصر، والف مبروك لكل اللاعبين والاجهزه الفنيه ومجلس الاداره على هذا الاداء المتميز اللي النادي الاهلي بيكمل كمان في المباراه اللي فاتت، بيكمل النهارده اداء، نتيجه، تفوق، روح، كل الكلام الجميل النهارده اللي الاهلي عمله. احنا طبعا بنحيي اللاعبين، حي الجهاز الفني والاداري. اتمنى ان شاء الله باذن الله المباراه النهائيه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكلل جهوده بالفوز. كابتن